أنت مغرم أيها الفتى. وكيف عرفت؟ إن المرء لا يتحدث شيئا شبيها بالشعر إلا إذا كان في خياله امرأة. نعم أنا مغرم. قد تبدو الكلمة كبيرة على أمثالي، لكني مغرم بها. ومن هي حبيبتك هذه؟ صفها لي يا تاري. وما الفائدة من ذلك؟ لأنصحك، إما أن تقترب منها أو أن تبتعد عنها. لن أستفيد شيئا من نصائحك بعد ما حدث. لست سوى مخلوق ضئيل أمامها، ومخلوقات العالم السفلي من أمثالي لا يتحملون ثمن الحب. لا أريد أن أكون عبدا لامرأة. ما الذي يقض مضجعك إذن؟ سفرها إلى روما، أخاف أن يصيبها سوء. لن أهدأ بالا، لن أهدأ بالا حتى تعود. لا شك أنها من خادمات القصر الملكي المميزات، كي تليها كل هذا الاهتمام والحب. ما أعلم إن الأميرة كليوباترا هي التي ستسافر مع أبيها إلى روما. أتقصدها هي؟ لا ينقصك إلا أن تقول لي. أجل يا هيرجو، إنها هي من قصد. أتهزأ بي أيها الصفيق؟ تلك هي الحقيقة. كنت أتمنى أن تصغي على حماقات قلبي فتصمت، أو تؤسيني حتى بكلمة تكسبني شيئا من الأمل بعد أن غدت حياتي كلها فشلا وضياعا. لا تدع قلبك يقسو علي أكثر من هذا. خطأي أنني لم أعرف كيف أرى ما في أعماق قلبك.